هذه الندوة أولا بغيت نشكر المنظمين لأن هي ندوة اليوم اللي طرحت نفسها، لأن هاد التحولات اليوم اللي كاينة الإيكولوجية والرقمية، التحولات اللي كاينة اللي كنعيشوها اليوم، كيفاش نقدروا نتجاوبوا معها وكيفاش نستغلوا هاد التحديات هذه ونردوها فرص. راه كي تعرفوا اليوم في جميع الدول وفي جميع المجتمعات كاين واحد النقاش، وكتعرفوا اليوم بأن جلالة الملك الله ينصرو أعطى واحد التوجيهات اللي قوية وكبيرة في هذه الميادين ديال الطاقة، في الميادين ديال الرقمنة، في الميادين ديال الإيكولوجيا في العموم، وهذا الشيء كله كيخلينا نحاولوا نتجاوبوا مع هذه المشاكل، وبالخصوص الرأسمال البشري اللي هو اللي غادي يعمل هذه التحديات ويردها فرص. هذا اللقاء اليوم هو لقاء لمناقشة تحديات التحول البيئي. كما نعرفوا التحول البيئي هو قادم بشكل قوي، وغادي يكون عنده واحد الانفلونس، واحد القوة، واحد الضغط على اقتصاديا وكذلك اجتماعيا وكذلك في المجال التعليمي. فهذا اللقاء اليوم تشوف كيفاش المدرسة تاع الغد وكيفاش الاعداديات والثانويات وكذلك السكل العالي، كيفاش هذا السكل العالي خاصو يكون يتنمط مع هذا التحول ومع هذا الظاهرة اللي هي غادي تكون عندها صدى كبير على جميع المستويات.